الخطوره المميزه في الدوري المغربي الممتاز، ولكن ما حصل فعلا جعل اداره الماس تعيد النظر في اختيار عبد الغني بن ناصر. بينما تسديده مره جانبيه، اخيرا شاهدنا محاوله، اخيرا شاهدنا نصف فرصه في هذه المباراه، التسديد عن طريق بكر الهلال الذي يهوى كثيرا التسديد من خارج منطقه الجزاء. وتذكر له هدف رائع جدا ضد نادي الليوبار في الجوله الخامسه من مسابقه كاس الاتحاد الافريقي. ماذا حصل للماس؟ يتم ايقاف عبد الغني بن ناصيري، او بالاحرى الاستغناء عن عبد الغني بن ناصيري في انتظار